السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت اليانسون، هنعمله بطريقة بسيطة وسهلة. يلا بينا نبدأ. عندنا معلقتين كبار من الزبدة اللينة بدرجة حرارة المطبخ، معلقتين يعني ممسوحين مش كبار قوي، تلت كوب سكر سنترفيش، سكر الخشن، هنقلبهم مع بعض كده كده. احنا هنستخدم المضرب، هنقلبهم بس نخلطهم، وهنحط معاهم معلقة كبيرة من الزيت. الوصفة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله، لازم تجربوها وتقولولي رأيكم. هنضرب بالمضرب. الخلطة ديت مش هتوصل معانا ان هي تبقى كريمي زي بقية البسكوتات، لان احنا مستخدمين فيها سكر خشن، وهو طبيعة البسكوت ده بيبقى فيه مضغة شوية، مش هش ومقرمش يعني، قريب من البراونس كده ان شاء الله يعجب. بيضة، باكو فانيليا، برضو البيضة بتبقى مطلعاها من التلاجة، اي حاجة هنستخدمها في البسكوتات او الكيكات بنطلعها قبلها بوقت. كوباية دقيق ومعلقتين كبار كاكاو خام، وانتي بتختاري الكاكاو الخام لازم تختاريه من مصدر موثوق فيه علشان بيبقى ساعات مخلوط بقرفة. دي ربع بيكربونات صودا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من اليانسون. لو عايزة تقللي اليانسون عن كده ممكن تقللي، لو انتي ما بتحبيش اليانسون او بتخافي من الاطفال، بس هي اليانسون مع الكاكاو مش مبين ابدا طعم اليانسون، الاطفال مش هيحسوا بيها ابدا. بتعجيني لغاية ما العجينة تسيب البولة كده معاكي، العجينة تبقى لينة. لو احتاجتي معلقة دقيق ممكن تحطي، لكن هي محتاجتش مني هنا دقيق. احنا هنحطها في الفريزر نص ساعة علشان نعرف نقطعها، من طريقة التقطيع بتاعتها بتبقى بالسكين، وهي طبعا لينة جدا عشان نعرف نقطعها. لفيها في كيس كويس، بس حاولي ما تخليش الكيس يدخل جوه العجينة علشان ما يبوظ التشكيل بتاع البسكوت لما نيجي نشكله. حطيناها نص ساعة في الفريزر، ما تسيبيهاش اكتر من نص ساعة، لان ممكن تبقى كمان صعبة في ان انت تقطعيها، تجمد وما تعرفيش تقطعيها. لو عايزة بقى تجمدي البسكوت ده على فكرة ممكن تجمديه وهو عجينة كده، تسيبيه ملفوف في الكيس لغاية ما تيجي تستخدميه. الصواني اللي بنستخدمها للبسكوتات لازم تبقى سمكها تخين وارتفاعها قليل، وانا كمان دهنت الصينيه دي كويس جدا علشان العجينه دي لينه وممكن تلزق في الصينيه مني، فانت تدهني الصينيه بتاعتك كويس جدا، ممكن تبطنيها كمان بدقيق احسن. بتقطعي البسكوت سمك نص سنتي، لان البسكوت ده بيفرد في الفرن. بصي السمك ده كويس جدا، وبترصيه في الصينيه يبقى متباعد عن بعضه، حاولي ما تلزقيهوش جنب بعضه لان هو بيفرد زي ما قلت لكم وممكن يلزق في بعضه يعني، كمان برضو بعديه شويه كده اكتر من كده كمان عن بعضه. بندخله الفرن في الرف الأوسط على درجة حرارة 180، بياخد معايا تلت ساعة وبيطلع. بصي فرد ازاي، بس طبعا ده مش مؤثر في شكله يعني، هو زي البراونس طعمه كده، قريب من البراونس شوية. ممكن سيبيه بس كده دقيقتين وتطلعيه من الصينية، وممكن تقدميه زي ما هو كده، أو هتحطيله شوكولاتة بني أو شوكولاتة بيضة. أنا هنا هستخدم شوكولاتة بيضة، معايا مكعبين من الشوكولاتة البيضة، سيحتهم في الميكروويف، أخدوا مني حوالي 30 ثانية، انتي زودي 10 ثواني ب10 ثواني كده، لأن الشوكولاتة حساسة جدا وأنواع الميكروويف بتختلف عن بعضها، فزودي بال10 ثواني. بتحطي لهم معلقة زيت وبعدين بتقلبيهم وتستخدميهم بقمع عندك أو تصبيهم زي ما تحبي. إن شاء الله هنعمل مع بعض بسكوتات تانية كتير، وقدميه مع اي مشروب دافي، ينسون من ده او ينسون من العادي او شاي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ولو ليكوا اي استفسار اكتبولي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.